بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا الاعزاء اسعد الله اوقاتكم في كل خير. طلابنا في المدارس السابله الصف الثامن اخذنا في الحصه الماضيه درس بعنوان خطاب جلاله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وسنكمل الان هذا الدرس باذن الله. نكمل قراءه ثم نشرح بعض المعاني الغريبه ونجري بعض التطبيقات اللغوية والنحوية طلاب الكل يفتح على صفحة الصفحة الثانية والسبعين ويتبع معي كل واحد منا يعرف ويعتز بأن هذا الوطن نشأ وتأسس على رسالة الثورة العربية التي قادها الشريف الحسين ابن علي لتحرير الأمة وتوحيدها ولذلك سيظل الاردن بعون الله الاردن العربيه المسلمه المنتميه لامته العربيه والاسلاميه والحريصه على النهوض بواجبه القومي والديني تجاه كل القضايا العربيه والاسلاميه وانتساب هذا الوطن الى الثوره العربيه الكبرى وانتساب قيادته الى الدوحه النبويه الشريفه يفرض علينا ان نكون اول من يتصدى للدفاع عن الاسلام والعرب والمسلمين ونحن عندما نقول الاردن اولا فالمقصود هو ان نبدا باستكمال بناء الاردن القوي المنيع حتى يكون قادرا على تقديم الدعم والمساعده للاشقاء العرب وليس التخلي عن واجبنا تجاه امتنا او قضاياها العادله كما يظن قصار النظر وقد كان الاردن وسيبقى موئلا لكل العرب الاحرار لذلك فالاردن اولا والاردن دائما في كل الظروف والاحوال والركيزه الاساسيه في قوه الاردن هي الحفاظ على الوحده الوطنيه والتكامل والتماسك بين ابناء الاسره الاردنيه الواحده وتحقيق التنميه الشامله التي تعزز قوه الاردن وتمكنه من تقديم الدعم والاسناد للاشقاء العرب والقضايا العربيه وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. والأردن لا يمكن أن ينسى وحدة الدم والهدف والمصير مع الأشقاء الفلسطينيين، ولا يمكن أن ننسى دماء شهدائنا على أسوار القدس، وفي باحة المسجد الأقصى الشريف، ولن نتخلى في يوم من الأيام ولا تحت ولا تحت أي ظرف ولا تحت اي ظرف من الظروف عن تقديم كل اشكال الدعم والمساعده للاشقاء الفلسطينيين حتى يصلوا الى حقوقهم وتقوم الدوله الفلسطينيه المستقله على الارض الفلسطينيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلاب سوف نقوم بشرح المعاني الغريبه وبعض التطبيقات النحويه واللغويه نقول طلابنا الاعزاء اذا بدانا نقول يعتز معنى كلمه يعتز يفتخر اكتبوا معي المعاني اذا يعتز يفتخر ايضا لدينا طلاب التي هي اسم موصول يعني يجب علينا طلاب تتكرر معنا دائما التي والذي واللتان لازم دائما نكون على اطلاع ونعرف ونحفظ الاسماء الموصوله الحسين بن علي نقول هنا حذفت الهمزة لأنها وقعت بين اسمين علمين ثانيهما أب للأول أيضا نقول توحيدها هذه الهاء إعرابها في محل ماذا؟ جر بالإضافة أحسنتم لأنها اتصلت بالاسم إذا جر بالإضافة نكمل نقول لأمته العربية إعراب العربية هي نعت نعت مجرور إذا نعت مجرور تمام طلابنا الاعزاء نلاحظ انها اخذت نفس حركه المنعوت. نعم وهي الكسره نقول ويف ويفرض علينا ان نكون اول من؟ طلاب من كثير من الطلاب دغري حرف جر لا خطا هذا الشيء يجب عليك ان تكون دقيقا. من هنا نضع مكانها الذي يستقيم المعنى. نقول يفرض علينا ان نكون اول الذي يتصدى من هنا؟ عرابها اسم موصول بمعنى الذي في محل جر بالاضافة. إذا اسم موصول بمعنى الذي في محل جر بالاضافة. تمام؟ طيب، لدينا نحن ولدينا هو كلاهما ضمير رفع منفصل. إذا ضمير رفع منفصل. وأيضا نحن ضمير رفع منفصل. نقول القوي المنيع حتى يكون حتى هنا حرف ماذا؟ حرف نصب. نعم و... آ... آ... ويكون فعل مضارع منصوب. المس... الاشقاء، الاشقاء معناها الاخوة. نعم. القضاياها العادلة، العادلة ايضا نعت ماذا؟ ننظر للحركة نعت مجرور. إذا نعت مجرور. نعم. آ... كما كما يظن نعم قصار النظر النظري مضاف إليه. طلابنا يقصد بمعنى قصايا النظر بالمعنى يقصد بها معناها المتخلفين او الرجعيين الرجعيين او المتخلفين نعم لدينا الصفحة الثانية طلابنا الاعزاء سيبقى الاردن موئلا معنى موئلا ملجأ ونضع التنوين على الهمزة مباشرة طلابنا الاعزاء نعم ملجأ آه الركيزة اذا الركيزة معنى كلمة الركيزة الدعامة الدعامة الأساسية نعم بين ظرف مكان يعني هذه بعض الاستخراجات التي اسم موصول مرت معنا معنى كلمة باحة القدس ساحة القدس أو فناء الفناء معناها الساحة تحت ظرف مكان نعم طلابنا الأعزاء آخر شيء مهمة جدا طلاب حتى يصلوا مطلوب إعرابها نعرفها طلاب معي راح أعرفها آه نعم بهدوء حتى حرف نصب تعرب حرف نصب يظل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ماذا حتى يصلوا فعل منصوب وعلامة نصبه حرف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل هذا ما كان درسنا لهذا اليوم دمتم برعايه الله وحفظه المطلوب منك طلاب الواجب صفحه 74 و75 واجب وشكرا لكم